الحشرات بحد ذاته هن عالم كتير مختلف عن بقية الحيوانات. أكتر شغلة هي مهمة بالحشرات أنه هن الحشرات يمكن الكائن الوحيد يلي عبر العصور وبعده موجود لحد هلأ. عم نحكي عن أكتر من 350 مليون سنة ل 400 مليون سنة. أكثر من 90% من الحشرات الموجودة على الكرة الأرضية هي حشرات نافعة، وأقل من 10% هي الحشرات الضارة. اللي منصنف حشرات ضارة وحشرات نافعة على طول منوجهها تجاه الإنسان. حشرات الضارة يعني حشرات تنقل أمراض للإنسان أو هي بتسبب أمراض للإنسان، مثل مثلا بعض أنواع البرغش أو البعوض أو تسيتسي فلاي، والأمراض اللي بنقولوها كانت وباء على الكرة الأرضية وماتوا كتير عالم. ثاني كاتيجوري من الحشرات الضارة هي الحشرات اللي بتعيش على أكل الإنسان، إن كانت فواكه أو إن كانت نوع من الورقيات. مثلا في عنا المن، في عنا يمكن كلنا سامعين بذبابات البحر المتوسط. ثالث كاتيجوري من الحشرات بنسميها كمان حشرات ضارة هي اللي بتعيش وين بيعيش الإنسان، مثل النمل الأبيض أو مثل جيز المنشار، كمان هول بيعيشوا على الخشب، يعني بيهدموا له بيته للإنسان. بالغابات اللبنانية والنظم الطبيعية آخر 30 سنة صار في عنا مشاكل يلي هي سبب الرئيسي تغير المناخ والعولمة. هن ساهموا باستفحال 3 أنواع حشرات. واحدة أصابت الأرز اللبناني، سميت من وراء منطقة لبنانية سميت سيفالسيا تنورينانسيس. الحشرة الثانية أصابت الصنوبر لبتوغلوسيس أوكسيدانتاليس، واللي هي حشرة دخيلة مش موجودة أصلاً بلبنان، واستفحلت على الصنوبر اللبناني وسببت أكثر من 80% من خسارة الموسم. وعنا الحشرة الثالثة يلي هي حشرة السنديان، يلي حشرة موسمية اللي هي اسمها ليمانتريا ديسبار. أوقات بتصير كل 15 سنة، أوقات بتصير كل 40 سنة. الحشرات النافعة هي كل بقية الحشرات يلي الإنسان ما بينتبه لها، ليه؟ لأنه الإنسان بس بهمه الحشرات اللي هي عم بتضره، ما بيطلع بأنه في حشرات تانية نافعة. فالحشرات النافعة عالم كتير كبير، صرنا نعرفه أكتر يمكن لمن شفنا أنه فينا نستعين بالحشرات حتى نقاوم بعض الحشرات المضرة. صرنا نحس بالمعنى تبع الحشرات النافعة لمن شفنا أنه إذا ما عندي أنا نحل أو نحل بري أو نوع من الفراشات، ما في عندي تلقيح للنباتات، ما بيطلع عندي ثمر. بس نحن عم نطلع على جزء كتير صغير. في حشرات تانية كمان أساسية بالأنظمة الإيكولوجية، يعني هي مفتاح هالنظام الإيكولوجي. يعني تيكون موجود هالنظام الإيكولوجي ضروري يكونوا هن موجودين، هن الحشرات اللي بدو يهندسوا هالنظام الإيكولوجي. يعني بنقصد منهم نمل، بعض الحشرات اللي بيعملوا خنادق بالأرض، نقصد منهم الحشرات اللي هن بيأمنوا تدوير العناصر العضوية بالأرض إن كانت نباتية أو حيوانية. فهولي كلها حشرات نافعة. الحشرات إن كانت ضارة أو إن كانت نافعة هي جزء لا يتجزأ من الحياة على الكرة الأرضية. إن خسرنا واحدة من هالأنواع الحشرات فخسرنا كل التوازن الطبيعي، بنخسر حشرة يمكن بنخسر ألفات حشرات تانية، وبنفس الوقت بنخسر كمان عدد كبير من الحيوانات، من الطيور ومنها كمان حيوانات تانية بتعيشها هالحشرات. فبيكفي أنه هن ملقحات طبيعية لكتير أنواع من الأشجار والنباتات، ولو منهم ما كان في حياة على الكرة الأرضية. فلازم ما نحربهم، ندرسهم أكتر تنقدر نستفيد من خدماتهم، حتى نقدر نكمل استمرارية الحياة على الكرة الأرضية.